أنا حضرت للأستاذ الإحصائيات اللي هو عايزها. إيه بس هو الحين مشغول ومانع أي أحد يدخل عليه. أه بس هو طالبها مني ضروري النهاردة. والله عاد إذا تحب تدخل على مسؤوليتك تفضل. لا هدخل ولا غيره، أنا في مكتبي هستنى. قلت لك. أهلاً. ممكن أقابل رئيس التحرير؟ إيه بس هو أخت سعادة الحين مشغول وما يبي أحد يدخل عليه. ما يخالف، أنا بشوفه ضروري، أنا ابنك. تفضل. حطها في الصفحة الأولى. حطه في الصفحة الأولى بروحه. إيه؟ إيه تحت عنوان آخر خبر. لا 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 لا، أعتقد إن ماكو جريدة ثانية نشرت الخبر هذا. ها؟ يلا أخوي مثل ما وصيتك، مع السلامة. أهلاً أهلاً بالصحفية الجديدة، يا هلا يا هلا وسهلا. مقالك كان ممتاز جداً، هذه بداية موفقة. أنا من أول قلت لك إنك صحفية ممتازة، من أول ما شفت أول مقال لك. ونظرتي عمرها ما تخيب، وإذا استمريتي على الحماس راح يكون لك مستقبل كبير في عالم الصحافة. أشكرك. بس الصحافة تحتاج للإخلاص، قد ما تعطينا من إخلاص تعطيك، مثل حياة الزوجية، لازم يكون الإخلاص متبادل ما بين الطرفين. أنا متأكد تماماً يا أنسة سعاد إنك لو استمريت في كتابة سلسلة المقالات هذه بنفس العنوان إنها تتضح أشياء كثيرة ممكن تنقال من خلال المواضيع اللي تكتبينها. أستاذ أنا جاية أستفسر عن شيء معين. إي حاضر، تحت أمرك آمري. ودي أعرف ليش اختصرت في مقالي. يا سلام، هذا اللي ودي تستفسرين عنه. بس المهم عندي ان المقال طلع زين، هذا اهم شيء. طبعا هذا اول مقال لك ولازم يكون له فرحه خاصه. أنسة سعاد، انا اول مقال نشر لي ما نمت ليلتها، كنت حاضن الجريده من السعاده من الفرحه. وطبعا انت سعيده ان الجريده اعطتك هذه الفرصه الذهبيه. صحيح، بس انا يهمني اني اعرف السبب اذا ما في مانع. لا ابدا، هو ما في مانع، هو في اعتبارات كثيره، مثل ما تقولين المساحه، الاعلان، الصنعه الصحفيه، اشياء كثيره، وانت باكر مع مرور الوقت والزمن بتعرفينها بروحك. كل اللي قلته ممتاز حضرتك، بس انت اختصرت في المقال من غير ما اعرف. صحيح انت استاذ كبير وصحفي معروف، بس كان المفروض انه يكون عندي فكره على الاقل. أنا أعتقد اللي سويته كان من صالحك، لأن حبيت أطلعك للقراء بأحسن صورة. أستاذ أنا ما أنكر إنك أعطيتني فرصة وساعدتني وايد، لكن إنك تختصر في مقالي من غير ما أعرف هذا شيء ما أرضى فيه، معناتها إني فقدت حريتي في التعبير في بداية دخولي بهذا المجال، وهذا شيء أنا أرفضه بصراحة. أنا سعاد، هذه شعارات الشباب والحماس، أنا أقدر فيك هذا الشعور وهذا الحماس الطيب. بس الحياة يا أنسة سعاد غير ما تتصورين، وكذلك الصحافة. أنا مقدر شعورك ومقدر حماسك، بس في نفس الوقت أنا عارف شغلي زين. أنا رجل صحفي، أعرف شنو اللي ينشر وشنو اللي ما ينشر وشنو اللي ينحذف. أنا مقدر حماسك ومقدر اندفاعك هذا كله بوه، وساعات أنا أحب هذا الحماس لأنه جزء من الحياة اللي احنا فيها، لكن مو لازم يكون أكثر من اللازم. هذه نصيحة مني لك. يعني اللي أفهمه من كلامك أني لازم أقبل شروطك أو أني أروح أتدرب في جريدة ثانية؟ لا، مو هذا أنا قصدي أبداً، بالعكس. لا تنسين أن أبوك من أعز أصدقائنا، وأنا أعتبره مثل الوالد وأكثر. في نفس الوقت أنا يهمني أني تطلعين صحفية ممتازة، بس خلنا أحب أخدمك. يعني أستاذ أرجوك، أنا لي شخصية مستقلة وأرجو أنك تعاملني بشكل مستقل. هذا أحسن تصرف عجبتيني فيه يا سعاد. تعرفين لازم الواحد يكون عنده شجاعة مثلك علشان يحدد علاقته بالناس من أول لحظة. صدقيني يا فاطمة، المسألة مي مسألة شجاعة. أنا لما كنت أكلم رئيس التحرير ما كنت أفكر بشيء اسمه شجاعة أو بالشجاعة بالمعنى المفهوم. كنت أحاول ما أكون ضعيفة بس، أو أحافظ على كرامتي. لو سكت سكوتي بيعتبر موافقة على اللي حصل، وعقبها ما رح أقدر أطلب أبسط حق من حقوقي. إيه بس هم أنا أسميها شجاعة، يعني معناته انك تحددين الشيء اللي تبينه وفي الوقت اللي تبينه بدون ما تعملين حساب للربح او الخساره. هاي شجاعه.
أنا خايفة يا فاطمة لا بعدين أظهر بعكس ما تتوقعين ويخيب ظنك فيني. يا بنت الحلال ساعتها لكل حادث حديث، والحين الساعة كم؟ انتهى الدوام تهيئة. انتهى. متى بتمشين؟ يلا أوصلك على طريقي. توصليني وشربت شاي. بس شاي وكيك. يا البخل. وعرفك على بنتي ولا؟ إن شاء الله. يلا. دقيقة واحدة تأخرت؟ حتى دقيقة واحدة تنحسب عليك ويكون في حق عليك. خلاص أنا ما زميلتي سعاد في الجريدة بنتي ولا. يا هلا ولا، شلونك حبيبتي؟ الحمد لله زين اللي جيتي، لأني قريت مقالك اليوم وحبيت أناقشك فيه. حاضر وأنا مستعدة وزاهبة. إي بس مو الحين، أول قوليها تفضلي. تفضلي. يلا شكرا. بس ترى بقول رأيي بصراحة لا تزعلين مني. ولا يهمك، احنا بنصير ربع وانا احب الصراحة. ولا بصراحة ترى انت زودتيها عاد، اول الناس يقولون تفضلها وبعدين يبون شيء الناس يشربونه ياكلونه مثل ما قلتي، وبعدين يناقشون باللي يبون. ما عاد حقي مو انا اسفة، انا اذنكم شوية. تفضلي. خليها على راحتها يا فاطمة، بعدين انا ماني غريبة. انا صحيح ازوركم اول مرة لكن احس اني واحده منكم. شفتي يا سعاد؟ هذا هي ولا اللي ترسى علي حياتي، مليتها سعاده. صدقيني يا سعاد اني اقعد اطالعها وهي تكبر يوم عن يوم، احس بسعاده وانا اشوفها قدامي. ما ادري، ما اقدر استغني عنها ابدا، وتعلقت فيها اكثر واكثر بعد وفاه المرحوم. الله يرحمها. هذه صورتكم؟ هذه واحدة من صورنا. أنا عندي ألبوم كامل عن حياتنا لحظة بلحظة. الله يرحمه كان يحب التصوير وايد، كان يحب كل اللي حوالي، كان يحبني أنا ولاء وايد، كان النور اللي منور علينا بعد وفاته. صارت هي الشمعة الوحيدة بحياتي. باكر يا سعاد لما تتزوجين وتجيبين عيال راح تعرفين شلون الظنى غالي. أنا بعد وفاته حسيت ان هي الشمعة الوحيدة اللي بحياتي، حبيت اعوضها عن حنان الاب اللي فقدته وهي صغيرة. ولا يهمك يا فاطمة، الله يخليها لك ويبلغك فيها ان شاء الله. الله كريم. شكرا. انا جبت العصير بنفسي عشان تعرف خالتي سعاد ايش كثر مهتمة فيها في وجودها عندنا. مشكورة حبيبتي، وانا اقول لك تعالي قعدي يمي عشان نناقش الموضوع مثل ما قلتي. خلاص تعالي قعدي حواليها. والحين تشربي العصير الاول ولا اقول رايي بصراحه؟ الاثنين، اشرب العصير وقولي رايك، وعقب ما اخلص العصير اقول رايي. انزين. انا ماني موافقه رايك كتبتي في الجريده اليوم. ليش؟ لاني دائما متحمسه لاراء امي، وراي امي اخذ صحيح وانتي عكس رايها. ولا بس هذا رايي بصراحه يمه. خليها يا فاطمه، خليها تقول رايها دائما بصراحه. ولا يهمك، لما يكون عندك راي ومتحمسه له لازم تقوليه بصراحه ومن غير خوف. سمعتي يمه؟ خالتي سعاد عندها روح رياضيه. شكرا خاله سعاد. وما سمعتي رايي في العصير؟ سوالي حارج من اول يغمى. لا يا سعاد لا، انت تقدر تاجل سفرك هذا يوم او يومين. اليوم خطوبه سعاد واحنا لازم نكون موجودين. يبقى انا وجودي مو مهم؟ انت خالتها وفيك البركه. وبعدين يا حبيبتي انت وجودك باي مكان تنورينه. بعدين انا ما اقدر اجل الشغل، الشغل يا بعد عمري ما اقدر اجله. افا عليك بس. مو معقول يا سعد، انت ما صار لك كم يوم من جيت من السفر وهم بعد بتسافر مره ثانيه؟ لا هذا شيء جديد. انت الحين يبقى معترضه على سفري ولا معترضه على عدم حضوري خطوبه سعاد؟ بصراحه انا معترضه على الاثنين. وبعدين
بعدين سفراتك الوايده هذه صارت ما تطمني، وانت لازم تكون معي موجود في خطوبة سعاد، ما يصير اكون بروحي. افا عليك بس، افا عليك يا يبا، افا عليك، افا عليك يا برايم. يبا انا الحين ما تقولين لي انا زوج سعد المخلص، الحين تقولين ان سفراتي ما تطمنك؟ ما تقولين لي انا من اسافر علشانه؟ مو علشان مستقبلنا، مو علشان حلالنا. يا يبا اصلا انا زوج سعد مضمون مخلص لك، افا عليك. يعني شنو؟ افهم انك مصر على السفر اليوم؟ غصبا علي يا يبا، انا لما اتصلت فيهم ومتواعد معاهم اني اجيهم اليوم كان ما سافرت. انا اصلا ما استغني عن وجودك معاي، اني دائما اكون معاك، لكن شو اسوي يا يبا؟ شغلي امري لله، اروح خطوبه سعاد بروحي. اعتذري لهم يبا نيابه عني، وانا مستعد اعوضها لهم ان شاء الله اني احضر الزواج. لا وبديني بعد بطق لهم الطار. امري يبا تدللي، امري. ايش تبين من حبيبة سعد؟ حياكم الله يا ابو احمد. الله يحييك. هذه الساعه المباركه تو ما تبارك البيت. الله يبارك. ومن اليوم ورايح اعتبر نفسي ابو احمد وابو سعاد، وانتظره لما يكمل دراسته ان شاء الله. ايوه يا ولدك. الله يسلمك. الله يسلمك يا عمي وما تقصر. بركة يا احمد، بركة. الله يبارك فيك. بخير ان شاء الله. يا الله. وين العروسة؟ ايش فيها تأخرت علينا؟ نبي نقعد معاها، نبي نسولف. تدرين بعد على ما تبدل وتعدل وتطالع روحها في المنظر يبي لها سنة. اي صادقة. عسى الله يتمم بخير. الله يسلمك. الله يبلغك في بنت اختك ان شاء الله. الله يبلغ. الله يسلمك وياك. بس هلا هلا فيها يا ام احمد. ان شاء الله. هذه من ريحة المرحومة اختي. ان شاء الله. كات تفضلك كات. اهلا بعروستنا الحلوة. اهلا. اهلا. بالمبارك. الله يبارك في حياتك. صلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. اقول شلون احلى العرايس؟ ان شاء الله يبقى مستانسه. انا وناست بوجودك. لا بعد جبتي. انا اتمنى بس الجماعه يمشون. احنا خلاص تذاكرنا جاهزة، نطير. ما بقى الا نروح المطار نطق الطيارة ونطير علشان نروح نقضي احلى شهر عسل بحياتنا. يا عمري كلام هذا من قلبك؟ من قلبي يا يبا. منين عيل؟ من ورا قلبي. من قلبي. لو تبطلين قلبي بتلقين سامية متربع فيه، وما عنده غير اللي يقول سامية سامية سامية. بارك بحياتك. شكرا. شكرا يا منى. الفعلك ان شاء الله. انا؟ إيه؟ لا يا معود الله يخليك، خلي الزواج لك. انا اول شيء اتخرج واشتغل وبعدين اخذ التجربه وانا بحريتي، مو مثلك. من قال لك ان الزواج قيد؟ بالعكس، الزواج حريه لما يكون مع انسان تحبينه ويحبك. بس انا غيرك يا سعاد، لاني للحين ما حبيت. بعدين ما هي الوقت المناسب ولا الشخص المناسب. اما انتي فحاله ثانيه، حالة خاصة، حالة يسمونها حالة حب. ما تصورين، ما تصورين يا منى السعادة اللي أنا فيها. وايد مرتاحة إن ارتباطي بأحمد وعلاقتي فيه انتهى، هذه النهاية الطبيعية. المحاضرات، المحاضرات. الله يخليك، لا تطلعيني من الحالة اللي أنا فيها. وإحنا لو تمينا على الحالة اللي أنت فيها راح تطوف المحاضرات. وسعاد صدقيني عاد الأستاذ هذا محاضرته ما تتطوف. القاء يهبل. عيل قومي قومي يلحقي على القاء. الله يخليك. Thank you.
شنو هذا خموسة؟ شو اللي كاتبه انت؟ شو مسوي؟ شنو؟ هذه وجهة نظر نقدية. عجيب. لا شيء حلو، شيء ممتاز. لا بارك الله فيك أخ موسى. أنا شفت العمل، عمل حلو ممتاز عجبني. بين حضرتك شنو هذه؟ شنو علاقة التراكمات الطبقية مثل ما حضرتك كاتب؟ هذا عمل كوميدي ما يستحق لها الشتايم هذه كلها. العمل ممتاز يا أخ موسى. والله حتى العمل ممتاز من وجهة نظرك أنت، لكن أنا رأيي غير. بالعكس أنا عندي بعض التحفظات كذي على العمل. ليش؟ لأن العمل فيه بعض الشغلات التكتيكية والرومانتيكية عندي من وجهة نظري يعني. وحضرتك أنت يعني اللي اكتشفت الأخطاء هذه، ها؟ ما شاء الله. اسمع يا أخ موسى، يعني أنت ماخذ موقف من بطل العمل، يعني أنت ما تواطن مخرج العمل هذا، ما تواطنه بعشت الله. لا 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 الحكي هذا أنا ما أسمح، ما أسمح كذي. لا بالعكس أنا قلمي نزيه عن أي غرض. بالعكس أنا بالعكس أنا رأيي محايد. شغلات هذه ما عندي. شوف أنا ما أقول هذا الكلام عشان أشكك في كلامك وفي نزاهتك. لا أنا أقول لك اسمع الكلام اللي بقوله لك. أنا أقترح عليك أنك تعيد وجهة نظرك مرة ثانية وتكتبها، يا إنه تمتنع مرة واحدة عن الكتابة في هالمواضيع هذه. فاهم؟ ما يخالف يبا، ما يخالف طال عمرك. أنا ما قلت شيء، بس أنت تدري أن جريدة النور أيضا كاتبين كلام عن العمل هذا. ها؟ وبعدين انت تدري ان عمليه المنافسه اللي بينه وبين جريده النور يعني، وتلقاهم جريده النور حضرتهم مادحين العمل اللي حضرتك انت ذامه. الظاهر انت بتطيح حظ الجريده. انا بطيح حظ الجريده؟ كيفك كيفك يبا، كيفك طال عمرك. انا مالي شغل. اكتب يبا انت اللي تبي تكتب. انت العمل عاجبك اكتب عنه، انا شكو ماني كاتب شيء. بعد المساله عنادي هي. اسمع، انت رئيس التحرير ولا انا رئيس التحرير؟ انا رئيس التحرير. لما تكون انت رئيس التحرير لا سمح الله ليس الساعه اكتب اللي تبيه وشيل اللي تبيه. فاهم؟ ان شاء الله. يا صبو بس طال عمرك. انا اسف جدا. الحين ايش حق معصب؟ بالعكس انا مو هذا الموضوع اللي جايك علشانه. انا جايك علشان شغله ثانيه. عندك شيء ثاني بعد؟ قول ايش عندك. شوف الحقيقه انا بغيت اسوي لقاء مع فنان. يعني هو مو فنان يعني، لكن هو فنان بس عنده الفن بالدرجة العاشرة. ريال تاجر، ريال عنده شركات، عنده توكيلات. شفت الرمال السوداء للإنتاج الفني؟ لا شركته هو اسمها الرمال السوداء؟ ايه؟ رمال وسوداء بعد؟ إنتاج الفني. ايه وبسوي معاه لقاء. ايه لقاء. ايه فهذا أقول لك يعني هو طلب مني، قال لي يعني أخ موسى أبيك تبروزني في لقاء كذي. قلت له بروزك ليش لا؟ فليش؟ علشان هو بعدهم ايضا يعني يبي يسوي له كم عقد اعلان عندنا هني بالجريده. فقلت له اوكي انا ما عندي مانع، بالعكس انا بروزك. فما ادري ايش رايك انت. ما عندي مانع انا. بس شوف تصرف بذكاء. اي فهمت؟ اي ان شاء الله. لا بس في شغله ثانيه طال عمرك. هو ايضا طلب اني ابروز زوجته بعدهم. زوجته لازم تبروز. وزوجته ايش دخلها في الموضوع؟ مو هو سكان مرته وزوجته قاضبته ماكو الا انا بعد. فما يصير مسيطرة عليه وايد يعني. فانا عندي راي يعني، هو اذا انا اخذ الانسه سعاد معاي، زين انا اخذ الانسه سعاد معاي، انا اجري معاه لقاء فني. الانسه سعاد تجري مع زوجة الفنان هذا لقاء لصفحة المرأة. ايش رايك؟ أول مرة تقول كلام عادل. ما عندي مانع. أطلب الأنسة سعاد وكلفها بالعمل. خش. ولا أقول لك؟ لحظة. طلبي لي الأنسة سعاد. حاضر جاي على طول كان.
هالريال كله شغله مستعيل، كل شيء بسرعه. خير ان شاء الله. رئيس التحرير يا بيني، مع العلم ما كملت الموضوع اللي بديني. موضوع جديد؟ والله شو اقول لك، انا مفكره اني اكمل سلسله تحت نفس العنوان فتاه القرن العشرين. حلو، صدقيني انا بغيت اقول لك نفس الكلام، موضوع يطلع منه راح يروح لي اعصب عليك اكثر. شوفي رايك بهذا على ماي. اهلا انسه سعاد. تفضلي. حضرتك طلبتني. اي والله انا بغيتك تقومين بمهمه صحفيه، حديث صحفي. حديث صحفي؟ من له؟ هذه واحده من سيدات المجتمع، وانت عارفه الناس تحب تعرف اخبارهم وتعرف افكارهم وارائهم وتحب تتبع اخبارهم بعد، فهذه فرصه عشان تجرين اول حديث صحفي معاها. بس اقدر اعرف من هي الشخصيه اللي بجري معاها الحديث الصحفي؟ اي فعلا معك حق، انا نسيت لا اقول لك اسمها. ايش اسمها قلت؟ سميره محمد. سميره محمد تعرفها؟ سميره محمد. بس ترى والله الشخصيه هذه كل يوم لها حديث في صحيفه او مجله، ما هي بحاجه ان نعمل لها حديث، بعدين شيء وايد. لا اعتقد ما فيها شيء، خاصه انك انت اللي تجرين الحديث، اكيد ان الحديث بيكون شيق واسلوبه حلو، ها، ويكون له طعم. إذا سمحت الأستاذ بصراحة أنا ما أقدر، لأن الشخصية هذه لها آراء وبصراحة أنا ما أحترمها، فلو تشوف أحد غيري. أنسة سعاد، مو مهمة وجهة نظرك فيها، أنت تبي تناسبينها ولا تبي تصادقينها؟ أنت تجرين حديث معاها وبس. أنا آسفة، هذه إنسانة كلمة منها مزيف، ما ممكن أجري معاها حديث، تسمحوا لي؟ لا لا عفوا، يعني شنو مزيف؟ بالعكس، هذه سميرة محمد إنسانة طيبة يعني، ما عليك. يا ريت يا ريت، أنا أتمنى أنك أنت تعرفين عليها عن 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 كثب. ما أحب أعرفها لا عن قرب ولا عن كثب، اسمح لي أستاذ، ما أبي أبتدي حياتي الصحفية بإجراء حديث مع إنسانة من هالنوع. أنت إنسانة غريبة، كل شيء لك اعتراض فيه، هذه من طريقة يا سعاد. الحقيقة اسمح لي اقول لك، الاعتراض مو لمجرد الاعتراض وبس، هذا شيء انا مؤمنه فيه، وما دام فيه المبرر الكافي معناته اني على حق. يعني شلون يعني؟ ما انت مسوي حديث معاها؟ اعمل حديث مع اي انسانه الا مع هذه، لان بصراحه احنا اذا بنسوي حديث نسوي حديث شيء يستفيدون منه الناس، شيء له قيمه، اراء معقوله، لكن هذه لا. خلاص خلاص بس، شكرا، ما قصرتي. طلبي لي فاطمه. لا خلاص، أنا قلت خلاص، مع السلامة. أنت إيش حقك قعدت بعد؟ روح مكتبك خلاص، كلفت فاطمة تكون معك بالمهمة هذه. ممكن مع السلامة، روح مكتبك خلاص قلت. تفضلي يا أنا بينكم. تفضلي. طيب أنا ممكن أتفضل. تفضل روح مكتبك يا أخي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. هلا، صباح الخير. ها، يوم مبكر خير ان شاء الله. ويش السالفه؟ ايش فيك؟ ماكو شيء. ماكو شيء؟ الا الف شيء وشيء برسوم على وجهك. ايش فيك اللي مكدر خاطرك؟ تدرين سعاد، احسن شيء سواه ابوك بحياته انه ما تزوج يوم توفت امك. همرت ابوك بعد هالمره؟ واكو غيرها؟ انا احترت، ماني لاقيه طريقه اتصرف معاها. شو السالفه؟ اكيد كالعاده السبب تافه لازم. لا لا لا، هالمره مو تافه، هالمره تبي تتخلص مني مو ليا، تبيني اخلي لها البيت. لهالدرجه يا بني؟ ترى والدك مو معقوله. يا سعاد ما تدرين، مصره انها تزوجني اخوها. لا، واقنعت الوالد ان الشخص هذا انسب شخص لي، لكن انا لا يمكن لا يمكن اوافق على هالزواج. زين خلاص، خلنا نتفاهم من غير انفعال. يعني انت الحين رافضه الريان لانه اخوها او لانه سيء وما يصلح لك؟ هو انسان عادي، بس في سببين ما يخلوني اوافق. اولا الشخص هذا مو من طموحي. ثانيا اي شيء اي عن طريق مرتبوي احس انه كريه لنفسي. انا بتخلص منها هالدوره، تزوج اخوها. خلاص ما في مشكله، تفاهمي مع ابوك وقولي له ان انا للحين ابي اكمل دراستي وخلي انطرني لتخرج وبعدين يحلها حله. يا سعاد، انتي ما تدرين ايش كثر هذه لها تأثير على ابوي. وانتي عندك العقل والتفكير والحكمة بحيث ان تقنعين ابوك بوجهة نظرك وتتغلبين على المشكلة.
السلام. يا هلا. كو خالتي. هلا قويت. شلونك؟ الحمد لله. ان شاء الله طيبه. الحمد لله. شلون الوالد واحمد؟ الحمد لله كلهم بخير، يسلمون عليك. الله يسلمك. شفيك خالتي؟ عسى ما شاء. لا ماكو شيء. شلون ماكو شيء؟ انا ما اعرفك، صاير شيء؟ لا لا ماكو شيء الا بسلامتك. اكيد في شيء خشيتي عني. وش اللي اقدر اخشه عن حبيبتي؟ عيل قولي ان غياب خالي سعد مأثر عليك ومخليك تضايق لهالدرجة. والله شو اقول لك يا سعاد؟ انا وسعد عشنا سنين طويله، عمرنا ما تفارقنا، تعودت اشوفه كل يوم يكون في البيت، لكن هالكم يوم طلع لي بجم هالسفره، كل كم يوم سفره، والسفره يا حبيبتي تخليني احس بالوحده، ما ادري شلون. يا سلام، وينك يا خالي سعد عشان تسمع الكلام اللي ينقال فيك وتعرف ايش كثر غلطك. بعدين اللي دامش تحسين بالوحده، ليش ما تجين عندنا بالبيت وقاعدين معانا؟ بنشرح صدرك وبتستانسين وبنحطك يا بنت الحلال بعيوننا. لا يا سعاد، انا ما تعودت اترك البيت وسعد مسافر، كلها كم يوم يرجع، بس انا والله ما ادري ايش اقول لك يا سعاد، ماني عارفه شلون سفرته هذه مهم ريحتني، صرت هوجس وافكر وايد وقلبي ياكلني، صرت ما ادري شو. لا 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 على الافكار اللي ما لها معنى. انت عارفه ومتاكده يا خالتي ان خالي سعد يحبك ودائما يعبر في كل فرصه عن حبه لك. خلي هداك، الكلام اللي يقوله خالي سعد ليش حتى المخطوبين ما يقولونه في بعضهم. كلامك عدل يا سعاد، كلامه مثل ما هو ما تغير، وطريقته نفس الشيء ما تغيرت، بس اللي مخليني أشك أو اللي محيرني سفرته هذه مهم طمنتني، كأنه في شيء خاش عني أو كأنه في شيء بيصير ما أدري عنه، يمكن الشغل شوية ماخذ وقته وخلاه ينشغل عنك شوي لا أكثر ولا أقل، تركي هالأفكار عنك. وبصراحة أنا ما شفت واحد مخلص في حبه أكثر خالي سعد.